بيعوا قبل ما شاء الله القرص يوم الرحله ما شاء الله اللذه واللبنيه والعسل والجبن والقرص حار ما شاء الله تبارك الله لطف حق العصريه الله يحيي احمد يمالي الله يحييك خالد العامدي احمد الحناوي محمد الحناوي عروق بندي صايفي يعطيك العافيه ضيفنا الاستاذ خالد البرعي الله يعطيك العافيه حياكم الله وشرفتونا والجو الحلو الله يسلمك الله يحلى ايامكم وعيونكم الحلوه شرفتونا والمدينه اليوم يعني عيد عندنا الله يسلمك بتواجدكم الايام كلها يعطيكم العافيه ويبارك فيك وقندي من الطايف ولا لا؟ المجموعة كلهم ما شاء الله تبارك الله. لا تعال 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 ابو عسالة والله. ما شاء الله تبارك الله السماء فيها سحب ان شاء الله مطر ما شاء الله الحبايب كلهم هنا ما شاء الله تبارك الله والله كل المجموعه جلسوا على الارض الا احمد طايفي يقول ما ابغى سجاده ما شاء الله الله يعطيك العافيه هيا بسلطان اجلس هاي بعد الثوب نبغى مطبخ الطايف هنا في مدينه عبد الله الله يعطيك العافية. الشغل شريف. الله يسلمك. ونايم. جمعة خير إن شاء الله.